حياكم الله. ليس سهلا عليك أن تحرم من التعبير عن الرأي في زمن الديمقراطية، وليس صعبا على ممثليك أن يشرعوا لك قوانين تحفظ لك كرامتك ومكانتك، وما بين الاثنين إما أن تقطع تذكرة أسرع الرحلات للالتحاق بتجارب الدول المتقدمة، أو تبقى في دائرة الانعزال والانتهاكات التي لم تخرجك من القوائم السوداء. من يقوض حركة الصحفيين ومن يحمي الخارجين عن سياقات المهنة؟ من يستهدف النزيهين منهم ومن يغطي أعمال المتطاولين على الأعراف والتقاليد والضاربين لقيم المجتمع منهم؟ أما في الجانب الآخر، تأخر تكنولوجي لم تعالجه خطوات التغييب طيلة العقود الماضية والسابقة. مؤتمر الدفع الإلكتروني انطلق في بغداد. الاستقرار المالي أولى أهدافه، وكل الجهات ذات العلاقة من داخل البلاد وخارجه حضرت في هذا المؤتمر. برامج حكومية بدأت بالحوكمة ولم تنتهي عند ذلك، وقرارات انطلقت نحو الدفع الإلكتروني والغاية واحدة وإن تعددت الأساليب: حماية المال العام والحد من الفساد. فهل يا ترى ستحقق هذه الأهداف أم لا؟ اليوم الصحفي مضطهد في الشارع، ممكن منتسب يوقف عمله، ممكن موظف يزج به ممكن بدعوة قضائية. فاليوم المشاكل كثيرة جدا أمام الصحفي، مشاكل لا تعد ولا تحصى، تحتاج إلى دراسة من قبل الحكومة ودراسة من قبل مجلس النواب وتشريع قانون يسهل عمل الصحفي في كل دوائر الدولة وفي جميع المؤسسات وفي جميع الشوارع في بغداد والمحافظات. عندما يذهب الصحفي ليتحقق ويعني بقدراته وبعلاقاته البسيطة ويحصل على معلومة، راح نلاحظ أنه راح يضطهد الصحفي من قبل حتى الجهات الرسمية، راح تلقى عليه تهم، هناك تهديدات من قبل بعض الجهات. لذلك الصحفي حقيقة مقيد، رغم العبء العمل رغم الأمانة اللي يحملها أكاديميا مهنيا، لكن نلاحظ أنه بين فترة وفترة حتى راحوا عندنا شهداء من الصحافة، وأعتقد فترة الإرهاب كانت واضحة. لابد من تشريع قانون يجيز للإعلام أن يحصل على المعلومة، سواء كانت هذه المعلومة أمنية سياسية بمعلومة تهم حياة الناس. هذا جانب. الجانب الآخر يريد من هذا الموضوع، لابد من إيجاد فقرة قانونية لا تمنع أو تضايق الإعلام بخصوص حصول على المعلومة. ملفنا الأول راح يكون عن واقع الصحافة في العراق بين التشريعات الضامنة لعملهم وفي مقدمتها الجدلية الحاصلة والكبيرة حول قانون حق الحصول على المعلومة. راح نتناقش به مع رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الأستاذ إبراهيم السراج. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالسياسي المستقل الأستاذ فائق أيزيدي. حياك الله. أهلا بك. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ إبراهيم ونبدأ من واقع الصحافة في العراق. حق الحصول على المعلومة حلم أم هذا ممكن على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعي قناتكم والضيفنا الأخ العزيز أستاذ فايق. حقيقة في 2012 قدمنا مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، قدمناه إلى مجلس النواب وإلى الحكومة العراقية. شوف حضرتك هذا ست فرح، هذا مطبوع في كتاب، طبعناه في كتاب هذا وبنص مسودة المشروع القانوني. هذا من عام 2012. من 2012 قراءة أولى داخل مجلس النواب. طبعا المشكلة تعرفين حضرتك الطبقة السياسية تتعامل بازدواجية مع المشاريع القوانين، يعني مو كل مشروع قانون تقدمه إلى القراءة الأولى، قد رادوا أن يرضوننا بالقراءة الأولى بعدين سحبة أو يعني حتى قراءة أولى من قرأ؟ قراءة أولى. زين. بس ما كمل ثانية. ما كمل ثانية ولا راح للتشريع حتى التصويت معنا. طبعا شنو اللي خلانا احنا نكتب هذا المشروع القانون؟ انه كل دول العالم المعلومة تعتبر مهمة للمجتمع بصورة عامة وللصحافة بصورة عامة، وايضا هي تعطي صفة او سمة انه الدولة التي فيها مشروع قانون حق او تشرع قانون حق الحصول على المعلومة دولة متحضرة. وهذه الدولة متحضرة انه ما عندها شيء مخفي، يعني ليست دولة دكتاتورية وبوليسية وما شابه ذلك، لا،
كل شيء واضح. بس احنا ما عندنا هذا القانون وما عندنا شيء مو واضح. ما شاء الله ده اشوف الجروبات كل الكتب السريه والرسميه تلقاها بابسط جروب. ست العزيزه هو مو بهذا الموضوع يعني. لا اولا انه هذا القانون اولا الزام دولي، الامم المتحده الزمت العراق باتفاقيه مكافحه الفساد ل 2010 و2014 الزمتها بان تشرع قانون حق الحصول على المعلومه. المشكله وين احنا المشكله اللي صارت؟ اولا عمليه الدفع باتجاه الاقرار، ايضا بعض الجهات كان سقف المطالب جدا مرتفع. من هي هاي الجهات اللي جهات قد تكون بعض منظمات التي طبعا هم هم سرقوا قانوننا وقالوا احنا قدمناه زين. من هم هاي الجهات؟ يعني نشطاء، منظمات، غير ذلك، اسماء معينه رادوا انه يدورون على فد شيء يبرزون معده. احنا اليوم وضع العراق ما يتناسب. ليش لا. تلاحظ انت كل مصيبه جايه تصير بالعراق ترمى براس المنظمات؟ لا لا لو افراد لو جهات مدفوعه. لا لا شوفي خليني احكي ست. طيب ست فرح، احنا وضعيتنا وضعيه المجتمع العراقي ما ممكن الان انه احنا تكون المنظمات الدوليه والاقليميه وكانها تحكم العراق. هذا المفروض احنا هذا النظريه نبتعد عنها، هذا الواقع حال نبتعد عنه. يعني بايران 40 يوم صار انتخابات ولا منظمة دولية أو إقليمية دخلت. ليش؟ السياسة الإيرانية تقول لك أنا عندي دستوري وقوانيني. لا السؤال لك المنظمات الدولية جاي تحكم العراق. والمشكلة هذه المنظمات وإلها تأثير. لا إلها تأثير لو تحكم العراق. لا شو إلها تأثير. قانون. لا لا تسمح. منا يرجع إلى المنظمة. اسمحي لي خلي أحكي. أولا إحنا هسه ما ممكن مثلا بموجب قانون حق الحصول على المعلومة نطلب الوزارات الأمنية أن تنطينا محضر اجتماع مجلس الأمن القومي. ما ممكن. زين. مو ولا ممكن انه تعطينا العمليات التي راح تقوم بها القوات العسكريه العراقيه، ما ممكن هذا، هذا امن قومي. ما ممكن انه احنا مثلا نطلب استراتيجيه التسليح لمده 5 سنوات. استاذ ابراهيم ايش تردون من هذا القانون؟ المعلومات وجاي تجيكم، شنو مطالبكم؟ شوفي هاي الجدليه اللي صارت. اي هاي الجدليه يعني مفهومه. اولا الصحفي وراء المجتمع زين شلون يشتغل اليوم؟ يعني احنا اليوم نطلع تقرير، نطلع مراسل ومصور نقول له روح التقي بالمسؤول الفلاني حول عنوان معين. المسؤول اذا ما يعطيه معلومه ايش راح يسوي المراسل؟ ايش راح يسوي؟ يرجع يقول له ما يعطيني المعلومه هذه. او الناطق الرسمي من وزاره فلانيه ما اعطاني معلومه معينه، ما اعطاني معلومه، حجب عن المعلومه. ترجع عمليه وين؟ وين العمليه ترجع؟ ترجع انه اما يحصلوها بطريقتهم الخاصه ومن يحصلوها بطريقتهم خاصة أو بعلاقاتهم يحاسبون قضائيا لو لا؟ لا إذا كانت المعلومة رسمية ولا تسبب حرجا لجهات معينة. يعني حرج شنو الحرج؟ قد تكون تسبب حرج للدائرة أو للوزير. هي الكتب المسربة هسه السرية المسربة. هذه المشكلة. هذه إذا حصلت عليها اليوم أنا أتقاضى قانونيا لو لا؟ لا أبدا، عندما تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متاحه للجميع. واللي ينشرها يتقاضى؟ هذا حسب الامر بها. يعني قد تكون مثلا البرقيه لقياده عمليات بغداد برقيه سريه تنشر الى مواقع التواصل الاجتماعي، غلط هذا. زين. هذا خلق للامن. لذلك انه القانون حق الحصول على المعلومه يريد ان يوفر المعلومه بحذافيرها بعيدا عن الجنبه الامنيه وما شابه ذلك والتي قد تاثر على الامن الوطني والامن القومي. زي. وما شابه ذلك وتداعياته، تريد ان يوفر معلومه بهذه الطريقه بحيث اليوم احنا خلينا نحكي قضيه. اليوم جلسات مجلس النواب تنقل على وسائل الاجتماع وسائل الاعلام بكل دقه، مو صحيح؟ اي ما تخضع لمقص سري. بس عندهم جلسات سريه توصل للاعلام. هسه هذه تطلب الجلسات السريه قد تكون لانه مجلس النواب بموجب النظام الداخلي يجوز ان تكون جلسه سريه. اذا هذه فقره دستوريه وقانون. نعم بالضبط. اتوجه لاستاذ فائق بعد التحيه والسلام، ليش كل صحفي او اعلامي او مؤسسه تخالف القيم العراقيه نلقاها في اقليم كردستان؟ تحيه طيبه لك يا ست فرح ولاستاذنا الله يسلمك استاذ ابراهيم. حياك. بكل تأكيد لأنه هي لا تدرك واقع الصحافة بالإقليم. رداء إقليم كردستان، رداء الحماية كما تفضلتي اسمتي، ذكرني بمقولة عربية تقول ثوب العيرة ما يدفي. هذا الرداء لن يفيد هذه وسائل الإعلام، لأن واقع الصحافة في إقليم كردستان، حقوق الصحفيين في إقليم كردستان منتهكة، فكيف هم سيستفيدوا من هذا؟ ما يجري يحتوون مثل هذه القنوات التي تعادي التجربة العراقية، النظام السياسي في الدولة الاتحادية العراقية لأجل غير
منفعات ومصالح ليس أكثر. يعني ممكن يستقطبوا طرف يمنحوا كافة التسهيلات للحماية لأن يكون ضد صوت نشاز، ضد الدولة العراقية، ضد الحكومة العراقية الاتحادية، بالأخير إذا انتفت الحاجة يتخلون عنه. لكن بس أكو صحفيين وإعلاميين مخالفين لقيم المهنة، نلقاهم في إقليم كردستان وصوتهم عالي أستاذ فاهم. أكو سياسيين وأكو مجرمين وأكو دواعش وأكو قيادات بعث أيضا موجودة، يعني القضية لم تقتصر على الصحفيين، هناك كل من يخالف القانون والقضاء والدستور العراقي نجده هناك. بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ابوا إلى الحبشة فإن هناك ملك لا يظلم لديه أحد. اليوم الآية صار بالعكس، إذا ملك الحبشة لا بالعكس يعني؟ إذا لا إذا ابوا إلى من يخالف القانون هناك رجل يحمي المخالفين، يحمي البعثيين، يحمي من يعمل ضد. هو الذي ذكرت اسمه سيد برزاني. حكومة الإقليم بشكل عام المسيطر عليه الحزب الديمقراطي، يعني مو أنه تشبيها بالنجاشي والعدالة، لا بالعكس، أنه بالعكس هناك من يحمي المخالفين، من يحمي الخارجين عن القانون. لماذا إقليم كردستان جزء من العراق؟ ليش أغلب الإرهابيين والمطلوبين للعدالة والصحفيين البعيدين عن سياقات المهنة نلقاهم في إقليم كردستان؟ لأنه ما يوجد لحد الآن إيمان بالنظام السياسي الجديد في العراق بعد 2003، لا يوجد إيمان بالدولة العراقية بالشكل المطلوب، الدولة الاتحادية. إقليم كردستان بعد بمن يآمنون أستاذ؟ لا يزال بعض المفاهيم والأطروحات الشوفينية التي هي أيضا بالمناسبة اللي دغدغت مشاعر المواطنين ليس أكثر. إحنا إذا شاهدنا إقليم كردستان 2003 الكرد كانوا من البنات الحقيقيين في هذا العراق الجديد. الرئيس العراقي أو الرئيس الكردي مام جلال كان هو أحد بنات الدولة العراقية الآن التي نحن ننعم بخيراتها بنظامها الاتحادي السياسي الديمقراطي، منجز تحقق للشعب الكردي. بعد مام جلال انقلبت الآية، نزعت الدكتاتورية، نزعت التسلط، اختلال الموازين في إقليم كردستان، طيب أدى إلى هذه الحالة من معاداة الدولة. أستاذ فاهم خليني أسألك بصراحة، أنت اليوم من أشد المعادين أو ربما المعترضين إن صح التعبير على ما يجري في إقليم كردستان، وأراءك السياسية ما شاء الله جريئة جدا، لماذا لم تتعرض إلى التضييق في إقليم كردستان؟ ومنو قال لك ماني متعرض؟ بس انا ما اوصف نفسي معارض. انت وصفتهم شوفينيين ووصفتهم نعم. دكتاتوريين ووصفتهم نعم، لانه ما اعرف شو بالكثير من الاوصاف هذا. طيب يعني حضرتك اليوم انت من اشد المعارضين لهم. بكل تاكيد معارضه من يضطهد الشعب واجب وطني قبل كل شيء. هم شنو يوصفوك؟ هم يوصفوني بكل الاوصاف اللي جاهزه، علب تهم معلبه جاهزه، عراقي حشداوي غير عراقي، هواية تهم يعني تعرض للمضايقات. لكن الإيمان بالقضية اللي ناضل من أجل شعب كردستان، الوصول إلى حال الدولة الاتحادية، الدستور الكرد فيه أسوة بباقي المكونات، يعني هاي المبادئ اللي هي كانت حلبجة والأنفال على مودة. إلى ماذا تعرض فائق يزيدي جراء هذه الآراء؟ مضايقات كثيرة، مضايقات قد تتعرض، يعني أقلها دخول المناطق الصفراء ممنوعة بكل تأكيد، وهذا يعني وسام شرف يعتبر الكثير من المضايقات حتى على هي شنو المناطق الصفراء؟ اللي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، أيضا التسقيط السياسي الإعلامي مستمر عبر الجروبات. يعني هسه ما مسموح لك تدخل إلى مناطقهم الصفراء؟ لا أبدا. وإذا دخلت شو يصير؟ الله عالم. يعني الدخول إلى تلك المناطق لشخص مثلي يعني في غياب المفقودين، في عداد المفقودين. وكم شخص مثلك راح للمنطقة الصفراء وما رجع؟ هواي ومن المنطقة الصفراء الجماعة ودا يعتقدون. يعني هسا على سبيل المثال خلينا نقول كسياسيين، عندك مثلا الشيخ أدهم برزاني، الرجل يعني ابن شيخ البرزانيين، هم بالأساس المرجع الحقيقي للبرزانيين، هم الشيوخ الأصليين لتلك العائلة. شنو اللي صار؟ اليوم ممنوع من دخول أربيل من أكثر من 3 أعوام، لأنه عارض نظام الحكم هناك، عارض سلطة جهة معينة داخل الحزب وداخل العائلة. اليوم حتى لا يشارك في الانتخابات، صدرت بحقه مذكرة قبض، وإذا راح يعني يعتقل. فبالتالي اسلوب تكميم الافواه، اسلوب القمع موجود داخل اربيل، داخل بادينان. اليوم هناك شيروان شيرواني وغيره من الصحفيين العشرات مغيبين داخل معتقلات الحزب الديمقراطي. يعني ماكو حريه تعبير في اقليم كردستان؟
لا مع الأسف لا يوجد، رغم أنه في إقليم كردستان أكو قانون 35 لسنة 2007 كلش راقي وكلش مدني وكلش به تفاصيل حلوة للصحفيين، لكن عدم تنفيذه هو اللي يؤدي إلى أنه يكون هناك فوضى في التعامل مع الصحفيين، لأن يكون هناك اضطهاد. زين أستاذ إبراهيم، هسه إحنا عندنا كوم الصحفيين شوفهم بإقليم كردستان يسقطوا لك كل شيء ما شاء الله، ما عندهم ثوابت، لا عندهم أخلاق المهنة ولا سياقات أدبية ولا سياقات أخلاقية، تلقاهم كلهم في إقليم كردستان. لكن حكومة الإقليم بحسب ما تفضل أستاذ فائق، إذا واحد عارضها تروح تعتقله. بس إحنا لا نريد هيجي من حكومتنا ولا نريد هيجي، ليش ما عندنا دائما سياسة وسط في الحكومة الاتحادية؟ يعني هو المشكلة أنه هذا الملف ملف يعني ألقى بظلاله على الصحافة العراقية، مو بس هذا الموجودين اللي يتعارضون. يعني هسا أنت المعارضة، أنت اليوم عندما تأخذ معارضة سلمية ما يخالف عارض يعني، بس ماذا تعارض؟ العملية السياسية الديمقراطية مبنية على التعددية السياسية، لو تعارض أنه أنت لأنه فلان وصل للحكومة. هسا المعارضة هذا سؤال، يعني شنو نوع المعارضة؟ هذا سؤال للمعارضة، هذا اللي الصحفي اللي يروح معارضة وما شابه ذلك يطلق على نفسه معارضة، هل هي معارضة صلاحية بمعايير وأطر صحيحة أم مجرد معارضة حتى تعارض حتى زي. تحصل على لجوء وتحصل على ما شابه ذلك وتحصل على هذه امتيازات منظمات دولية؟ لجوء من وين؟ هو رايح لقلم كردستان، هو من هناك، هو يحتاج إلى ستوري، يحتاج إلى قصة، وصحيح يخلي هذه القصه مالته ويحاول انه يحصل. استاذ ابراهيم، اقليم كردستان جزء من العراق لو لا؟ والله هذا سؤال صعب اجاب عليه. لا ليش صعب؟ والله مو صعب، انا هسه اسالك، اقليم كردستان جزء من العراق لو هو لا؟ هو رسميا قانونا جزء من العراق. جيد. ما يتمتع ما يطبق على باقي المحافظات، يطبق على الاقليم، يفترض هذا. انا اعتقد هذا المشاكل، يعني هسه اللي عارض يروح لجوء لاقليم كردستان وكانما الاقليم مو جزء من العراق؟ لا، هو من يروح هناك بصفه معارض او بصفه اعلامي او بصفه ناشط، طبعا تختلف الحكومه الاقليم ما راح تعاقبه، يعني ما راح تحاسبه. اولا لان هاي مشكله سياسيه، اكو مشكله بالازمه، مجموعة أزمات متراكمة. يعني هسه احنا إذا جاء واحد يعارض الحزب الديمقراطي نحتقله؟ ما نحتقله، مو صحيح؟ لكن هذا يحتاج إلى 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 أستاذ إبراهيم، اليوم هسه احنا عندنا ناس جاي تضرب الأخلاق والقيم المجتمعية من إقليم كردستان. صحيح. اليوم اكو برامج تلفزيونية، يعني للأسف لايفات مباشرة في مواقع التواصل، يعني لا تليق بالعائلة العراقية من إقليم كردستان. أنا اليوم كمتلقي شلون أفهم هذا الموضوع؟ هو وجودهم هناك، يعني هذا المشكلة للأسف الشديد لم تحل سياسيا، هذا يحتاج إلى قرار سياسي، يحتاج إلى اتفاق. يعني اليوم هذه البرامج التلفزيونية أو هذا الإعلاميين اللي يتخذون من الإعلام، يتخذ حرية الصحافة وحرية التعبير في غطاء لهم، ويبدأ في مشروع يستهدف الأول اللحمة الوطنية، يستهدف شو بس بالعراق أستاذ إبراهيم؟ يعني بالعراق هو شريكك بالوطن، شريكك بالعملية السياسية، هذا يفترض، والإرهابيين والصحفيين الفاسدين، يعني هاي شو ما صاير بالعالم كله؟ لأن تعرفين شيء، إحنا اليوم الطبقة السياسية منذ 2003 اعتمدت على أسلوب ترحيل الأزمات، متى تحل الأزمات؟ هاي الأزمات ما قاعدة تحل. يعني اليوم يفترض أنه إحنا كأنه الأزمة بين بغداد وأربيل مجرد في رواتب، مو؟ مجرد رواتب. لا شلون رواتب؟ لا 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 لا، اسمحي لي، احنا 25/9 بعد كم يوم تتذكر انفصال الاقليم عن المحاوله. نعم نعم، 2017 احنا عندنا تاريخ ازمات مع الاقليم لم يحل من قبل الطرفين. هسه احنا هسه بغداد تدفع الاربيل، مو تدفع لو ما تدفع. لكن بقيه المشاكل ما تحلت، بقيه المشاكل متعلقه. هل تحمي حكومه الاقليم هؤلاء الصحفيين؟ نعم وهذه. نعم. وليش؟ نعم تحميهم لانه هو شوف هم يعني اللي يعارض العملية السياسية ولينتقد العملية السياسية مرات قد تكون عليه، هو يكون مضايقات عليه، هو يدعي أو قسم فعلا يصير ضغط عليه يذهب إلى أربيل. يعني هسه احنا بيننا وبين إقليم كردستان اليوم أكو فراغ فكري، يعني هم يؤمنون بغير احنا ما نؤمن. نعم. إيه احنا نعم. كنا عراقيين. نعم. وما نقبل الامور الساخره والسيئه. يعني مدى افهم الفكره وين اللي تريد توصلها؟ انا وصلت فكره. اولا الاربيل تقبل باي شخص يختلف مع بغداد وتوفر الامان. اي شخص حتى لو يضرب المجتمع القيمي في اقليم حتى لو كان يضرب المجتمع توفر الامان. يعني بعض الاعلاميين للاسف برامج تلفزيونيه والله العظيم اقسم اثروا على حياه الصحفي العراقي لا شك في المجتمع، على مكانة الصحفي العراقي في المجتمع. بعض الإعلاميين مقدمي برامج ومقدمات برامج
أثروا لأنه هم أهم شيء يخلي يستفاد ماليا راتبه 5000 أو 50,000 دولار 60,000 دولار أثر على الصحفي. حتى المجتمع العراقي الآن ينظر للصحفي غير نظرة، فلان استلم دوانم. إذا هو كل من صار إعلامي، وهذا مشكلة. إحنا لو عندنا قوانين، لو عندنا معايير، لو عندنا أخلاقيات المهنة تكرس هذه بموجب قانون، ما صار هيك. أستاذ فائق، كل من إجا وسمى نفسه إعلامي أو صحفي بدون قانون، بدون السؤال عن المهنة، شنو اللي خلاك أنت إعلامي؟ بلوغرات، فاشينيستات، مطربات، مغنيات، شفناهم في إقليم كردستان كثيرا تحت المسمى والغطاء الإعلامي. شلون نفهم هذه النقطة؟ تسفيه لمهنة الإعلام بدرجة أساس. الإعلام والصحافة في المجتمعات أحد الأدوات لتطوير المجتمع، يعني لم تسمى عبثا سلطة طابعة، لابد أن يكون لها دور ويا السلطات الأخرى في توعية المجتمعات، في الكشف عن الحقائق، في محاربة ملفات الفساد، في تقويم الأداء الحكومي في الكثير من المجتمعات الراقية. لكن في إقليم كردستان وتحديدا حتى لا نظلم سليمانية أيضا بالمناسبة، خلينا نذهب إلى جزئية أربيل والدهوك، إضعاف الصحافة فيه مصلحة عليا للسلطة الحاكمة. إضعاف الصحافة يعني أنك تغمض عين الصحافة على ما تقوم به، وبالوقت نفسه تستغل وجود هؤلاء الشاذين، أصحاب الشذوذ وما يسموه بالمثلية، ما يسموه يعني على سبيل المثال اليوم الإعلام في إقليم كردستان في تلك المناطق يذهب إلى تصوير أنه تعديل قانون الأحوال الشخصية يضر بالأسرة العراقية، بينما واقع الحال أغلب من يقف ضد هذا القانون لم يقرأوا التعديلات أساسا، لم يفهموا ما هي طبيعة هذه التعديلات. يعني يطلب من عندك أنك تجي أنت بأقصى الشمال بزاخو تعترض على التعديل وهو غير موجود بالمناسبة، التعديل لم يشمل ذلك، تزويج القاصرات، رجل بأقصى الجنوب بالبصرة يريد يزوج بنته، خلينا نحكيها بالعام بتسع سنين، الرجال قد يكون معتقدا مذهبه كذلك، ما اجوا فرض عليك. والقضية يعني قضية قانون الأحوال مثلا لها جذور، ويا بعدها سهم يقول لك أنا ما أؤمن بي من حرية الشذوذ والمثلية وغير هذه السوالف، لا أكو شيء متعلقة يقول لك كان هذه هم حريتي الشخصية. لا هاي يعني نرجع شلون المثلية ما موجودة بالمجتمع الكردستاني، السفور بين قوسين وعذر من ليش جاي يصير بالقرية اللبنانية أستاذ فارق؟ إيه هذا مو ضمن المجتمع الكردستاني، مو تحت الحماية مال حكومة إقليم كردستان، هاي بمنظومة خلي أقولها بين قوسين وعذر من شو من المشاهدين، دعارة منظمة جاي يتم تطبيقها، هذا محاولة جهات متنفذة بدون ما نذكر أسماء، لكن هم معروفين يحاولون أن يستغلون مثلا الأوضاع المتردية في لبنان، في سوريا، في تركيا، يحاولون أن يستقطبوا دول الجوار الخليجي تحديدا. يعني وين أكو مواطن خليجي يجي بسيارته ورقم لوحته ويقعد يطق لي فيديوهات بدهوك وأربيل؟ هاي مشروع منظم، هاي مو عبث جاية. الغاية منها أولا إيرادات تزيد بالهبل، فلوس تجي بدون ما يستفاد من الشعب، تفكيك المجتمع الكردستاني. أحد الأهداف الحقيقية للجهات في سلطة إقليم كردستان هي تفكيك المجتمع الكردستاني. بتفكيك المجتمع، تفكيك القيم، أنت تضمن بقائك متسلط على هذا الشعب إلى مدة كما تريد، دون الاعتبار إلى أن الأنظمة القمعية عادة بالمنطقة من نظام المقبور هدام وإلى باقي الأنظمة التي كانت بالمنطقة عندها عمر افتراضي من 30 إلى 40 سنة. نظام إقليم كردستان اليوم 33 سنة كافية، أعتقد نهاية هذا النظام باتت ضرورة ومصلحة قومية نهاية كردستانية. من منو راح ينهي؟ يقول لك اليوم أربيل تشهد التطور وتشهد بها اقتصاد، هسه ما نقول عليها مستقر، لكن بكثير من الحالات اقتصاد أربيل مستقر. لكن بعض الأزمة الأخيرة اللي صارت، هل التجأت أربيل إلى أمور ثانية قد نسميها سياحية أو ذات غطاء معروف من وجهة نظرك طبعا، لنقدر نقول تمشية الأمور الاقتصادية في الأقليم؟ لا، أمور الاقتصادية أولا النهضة والتطور هذا الشكل مو أكثر، قضية تبني لي مجمعات سكنية بمبالغ باهظة هي عمليات غسيل أموال أكثر منها خطط استراتيجية اقتصادية. المواطن العادي ما يقدر يشتري شقة بهاي المجمعات. شكل سعر الشقة بهذه المجمعات؟ حسب المنطقة وحسب منو مالك المشروع، منو صاحب المشروع. وأغلب المالكين لهذه المشاريع من وين؟ إما مسؤولين متنفذين أو رجال أعمال شركاء لهم. الغاية من غالبية هذه المشاريع وهمية، غسيل أموال، ليس قضية معالجة سكن. بصراحة اليوم أربيل تحديدا قام يضرب بيها المثل تحت مسمى معارض أربيل. هل أربيل اليوم انفصلت عن القيم المجتمعية والإنسانية والدينية والأخلاقية العراقية؟ لا. ك
كمجتمع لا، المجتمع الأربيلي مجتمع إسلامي محافظ، لكن كمنظومة سياسية تحكم هذا المجتمع وهذه المنطقة الجغرافية منسلخة منذ عقود وليس الآن، منسلخة عن قيم كردستانية، عن قيم دينية، عن قيم مذهبية، منسلخة عن جميع، يعني من وصل به الأمر إلى أنه في 2014 يتخلى عن النسوة والنساء في سنجار ويسلمهم سبايا لداعش، إذا توقع منه كل شيء. لكن كمجتمع، حتى لا نظلم الكرد، شعب مسالم، الكرد شعب بطبيعته مسلم، عنده قيم وعنده مبادئ، لكن يصار ويتم محاولة تفكيك بنية المجتمع. بصراحة ماذا يحدث في أربيل اليوم؟ إعلاميا أكو تكتيم على ما يحدث في أربيل، جاي يصير في أربيل سبي حقوق الإعلاميين الصحفيين، ضرب المنظومة الأخلاقية، جاي يصير في أربيل أستاذ فائق بصراحة. اذهب إلى فرعون إنه طغى، حال الطغيان مع الأسف تمر بها السلطة الحاكمة في إقليم كردستان. من هذا المنطقة الإنسان إذا طغى كل شيء يفعل، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فبالتالي من الممكن أن يصار إلى ما هو أسوأ من ذلك، لكن يجب تدارك الأمر من خلال انتخابات برلمان كردستان. زين أستاذ إبراهيم، شنو رأيك اليوم؟ كل من إجى قال أنا إعلام، بلوغر، فاشينيستا، شخص يمكن طلع لقاءين ثلاثة تلفزيوني قال أنا إعلامي أو صحفي، هذه مو مصيبة؟ أنت اليوم كرئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، أوكي، أنا أسألك اليوم منو يدافع عن حقوقنا؟ إحنا اليوم كصدق صحفيين وإعلاميين منو يدافع عن حقوقنا؟ منو قال إحنا نتشرف بأن يكون هذا إعلامي أو تلك إعلامية؟ وأنت وأني وأستاذ فائق والجمهور ندري كل زين أبعد ما يكونون عن الإعلام. أرجع وأقول لك أنه عندنا نقص في التشريعات والقوانين خاصة بالمنظومة الصحفية. اليوم العمل الصحفي في العراق غير منظم غير منظم، ولا توجد لو اكو جهات جاي تدفع بهذا الاتجاه. لا هو الجهات شلون تدفع عند ما يكون تقصير في التنظيم، والا احنا الان يعني هل انه يعني مثلا تحصل على هويه صحفيه هو هذا معيار انه يكون صحفي؟ ست فرح اليوم ما عندها هويه صحفيه، مو صحفيه، مو صحيح. فلان ما عنده هويه، يشتغل مؤسسه اعلاميه ما وعنده برامج بالتلفزيون ويطلع على الشاشه، مو صحفي هذا الا نعطيه هويه؟ لكن المشكله وين المشكله؟ احنا المنظومه الخاصه القيميه الخاصه بالعمل الصحفي متهريه. اي منو خلاها متهريه؟ من اليوم يتحمل مسؤوليه عدم تنظيمها؟ هذه عده جهات شوف، واحده من الجهات، كل الجهات المتورطه في هذا العمل الصحفي. من الجهات؟ كل الجهات التنظيميه. انا كل ما اسال حضرتك تنطيني جواب يحيرني اكثر. لا انا ما يحيرش اكثر، كل الجهات عمليه. اولا من الجهات اليوم هي صحافه وهي الاعلام والاتصالات وغيرها. عمليه انه انت تكون صحفي، شلون تكون صحفي؟ يعني هو انت اليوم تجي تطلع لي موقع على الانترنت كلفته $200 وصلت صحفي وصلت رئيس تحرير وصلت لازم تاخذ حقوق؟ لا طبعا. لا 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 استاذ، خلينا بلوجر مجرد فتحت لها موقع على اليوتيوب. نعم. اجت عن المكياج صارت اعلامي. شلون هو المجتمع معك؟ مشكله المجتمع يركض ورا هذه، المجتمع يركض ورا هاي بلوجر. مجتمع اليوم يعني عندما شوفين برنامج متحضر، برنامج يطرح رؤيه وطنيه خاصه، يتابعونه في 10,000، من تجي بلوجر تابعوها مليون. ليش؟ خلل بالمجتمع، مو خلل بلاد. انا اعتقد اليوم المنظومه الاخلاق عندنا شطرين. الشطر الاول يتحمل المجتمع بصوره عامه، الشطر الثاني المؤسسات القطاعيه. هذه المؤسسات القطاعيه، هذا الخرق موجود وين؟ موجود اليوم عندما تجين فلان صحفيه، طيب انا اليوم اقرا بالفيسبوك فلان الاعلام الكبير فلان، اباوع ما عنده فتوى عمل، لا مقاله، لا عمود، لا برنامج، لا مصيبه، كل شيء ماكو، صفر. اقول لك الطبيب يقدر يجي شخص يقول انا طبيب؟ ما يقدر يصير طبيب. الوزير يقدر يجي شخص يقول انا وزير؟ ما يقدر. احنا اليوم مو احنا صرنا مهنه، وهذا يقع مهنة على مسؤوليتكم، مهنه لمن لا مهنه له، هذه مشكله كبيره جدا. مهنه نختم لكل شخص ما عنده مهنه يجي يصير صحفي، ياخذ الهويه ويحضر مؤتمرات ويحضر سوتش اللي ينطي هويه. شلون طيب هذا اليوم المؤسسات القطاعيه؟ لا اسمحي لي ست فرح، هذا مؤسسات محتاجه لقوانين، زي. يعني اليوم احنا نراقب العمل الصحفي، يعني اليوم احنا حتى نراقب العمل الصحفي مو المفروض نعرف انه هذا الاعمال الصحفيه عندنا فد 100,000 صحفي، يفترض ان عندنا 100,000 عمل صحفي، طيب 100,000 عمود، 100,000 خبر، لكن هاي مو موجوده غير 2000 خبر، البقيه وين؟ انا اعتقد مشكله عندنا بالتشريعات والقوانين. اذا تتحملها السلطه التشريعيه. شكرا جزيلا رئيس الجمعيه العراقيه للدفاع عن حقوق الصحفيين الاستاذ ابراهيم السراج، حياك الله. السياسي المستقل الاستاذ فائق يزيدي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت فيه. ملفنا الثاني راح نفتحه وياكم بتقرير انفوغراف
عن انطلاق مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق. لنتابع. الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن الشيخ. لي حياك الله. الله محييك، أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب برئيس ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق الأستاذ نبيل النجار. حياك الله أستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن، ماذا يمثل مؤتمر الدفع الإلكتروني في تاريخ المصارف العراقية؟ نعم، ابتداء شكرا جزيلا إلى جنابك وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهديكم الأعزاء. صريح العبارة، موضوع الدفع الإلكتروني احنا متخلفين عنها بفترة زمنية طويلة، يعني انا تحدثت في اكثر من مناسبة حول هذا الموضوع، بالرغم من انه الحكومة السابقة منذ عام 2017 صدرت قرارات وتعليمات بشأن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، ولم يطبق هذا النظام الى ان استلم السيد رئيس الوزراء الحالي مسؤولية المباشرة وركز على هذا الموضوع لما فيه من أهمية. يعني إذا ردنا نعدد الفوائد اللي ممكن أن تتحصل قبل ما نعددها، ليش تأخر كل هذا الزمن بين يعني الحكومات المتعاقبة؟ يعني ما أعرف، يعني قد يكون هنالك نوايا غير سليمة وقد يكون لأسباب فنية. المهم الآن نفذ، و16 شركة أعتقد عندنا اللي الدفع الإلكتروني ازداد عدد أجهزة البي أو إس من 250 ألف إلى 300 ألف، وأعتقد بيانات أكثر هذه بالبيانات في تزايد مستمر. أستاذ نبيل عنده تفاصيل أكثر. هذا الموضوع يمكن الآلية أو اللوجستية ما كانت مهيئة، الآن أصبحت مهيئة. طيب. لكن المشكلة أنه هذا الموضوع يأخذ جانبين، الجانب الأول راح من مسؤولية القطاع العام ومؤسسات الدولة، والجانب الثاني اللي هو القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن أن نجد لهم الأعذار في تلكؤ تنفيذهم أو تباطؤ تنفيذهم لهذا المشروع، أما القطاع العام ومؤسسات الدولة فما مسموح لهم أن يتغافلون عن تنفيذ هذا النظام لما فيه من فوائد وذكرت. ليش القطاع الخاص ممكن يتهاون بهجومهم؟ لا يعني لأنه يحتاج إلى ثقافة، وهذا موضوع يحتاج، لأنه تدرين هذا متعلق بمواطن نحتسبه بالبداية. ما من حق الحكومة أن تفرض على القطاع الخاص التعامل بالدفع الإلكتروني؟ بطريقة متسلسلة في كل بلدان العالم، في طريقة متسلسلة وبالتدرج سيصل المواطن إلى قناعة بأنه استخدامه لنظام الدفع الإلكتروني وأجهزة بي أو إس بها فائدة لمصلحته، ولذلك سيسلك هذا السلوك. لكنه أنت تقدر تحاسبي إذا ما سواها، خاصة عندما يتحجج بأنه أحيانا يفرض عليها بعض الرسوم، مثلا من يسحب البطاقة راح يأخذوا منه 1000 دينار، ومن يودع راح يأخذوا منه 1000 دينار. فهذا المواطن العادي خاصة الأهل الدخول المحدودة، هذا دا يشتري مخضر، لو دا يشتري فد شغلات بسيطة، يشتري صمون، ما راح يروح يشتريها بس مو حق 1000 وهو مواطن بسيط، ليش ما تكون أقل؟ والله السيد رئيس الوزراء ركز على هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وأكد على أنه شركات الدفع الإلكتروني يفترض أنه لا تستوفي أي شيء، لكنه عمولات مصرفية لابد أنه تأخذ، يعني بالنظام المصرفي لازم أن تأخذ هذه العمولات، ولازم تأخذ بسيطة 1000 دينار جداً. يعني نعم. هي أقل من 1 دولار، هو لابد تكون بهالسعر، لو ممكن أقل، هي أقل من 1 دولار، أقل من دولار. مو على المواطن بسيط، يعني غالية يا أستاذ. لا بس هي ورايح يشتري مثلاً في شيء بسيط وتحمله 1000 دينار. سيدتي الفاضلة، لو كان العمل مستمر به هذا بشكل منتظم ومستمر، ممكن أنه كان أفرض مثلاً أول 10,000 دينار أو أول 100,000 دينار ما أخذ رسوم من عنده، والمئة ألف الدينار الثانية ممكن أخذ من عنده فد رسوم كلش قليل، ممكن يعني. لكنه بما أنه التطبيق لحد الآن ما أخذ شكل كامل،
فأنا أركز على موضوع القطاع العام وعلى القطاع العام أن يلزم بالتنفيذ هذا الشيء. أستاذ نبيل، حدثني عن الصورة اللي عكستها بغداد اليوم في هذا المؤتمر. أولا شكرا لك وشكرا لضيفك أستاذي وأخي الكبير أستاذ عبد الرحمن. حياكم. مبدئيا يعني ما تحدث به الأستاذ عبد الرحمن قد أوجز بشكل كبير، يعني يمكن ما خلالي شيء أحكي. الله يسلمك. لكن موضوع الدفع الإلكتروني واعتماد الآليات فقط أحب أن أعرج على شيء معين. اليوم موضوع الإيداع، من تريد تودع لازم يستقطع منك 1000 دينار، أو من تريد تسحب يستقطع من عندك مبلغ معين. يا ستي الفاضلة، هذه الشركات المزودة لخدمة الدفع الإلكتروني أقل شركة عندها ما يقارب 200 إلى 300 موظف، هؤلاء يحتاجون إلى أموال. الأنظمة التي تعتمد هي أنظمة عالمية، هذه أنظمة ليست ببلاش، فيزا وماستر ما تبيع النظام ببلاش. الوسيط مصدر البطاقات الإيشوار أو الإكوائرر هذول كلهم يحتاجون إلى أموال. طيب الشركة مين تجيب هذا الألف؟ هذه ممكن ينمي. لكن هسه اليوم قرارات مجلس الوزراء، اليوم أي ترانزاكشن بالبطاقة دون 5000 صفر، فوق 5000 يستقطع. يعني حتى 0.6. يعني المواطن إذا صرف أكثر من 5000 يأخذون منه، بس إذا أقل من 5000 ستة الفاضلة 0.0.0.6، يعني 6 بالعشرة، يعني لا رقم لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. لكن هنالك بعض العمولات العالية، مثل ما تعرفون جنابكم في الفترة الماضية بعض ضعاف النفوذ استغل موضوع البطاقات، بدأ بالتكييش خارج العراق بغرض الاستفادة من فرق العملة، مما دفع البنك المركزي إلى وضع ضوابط صارمة ومحددة على استخدام البطاقات للحد من هذه الظاهرة السيئة التي أثرت بشكل كبير. أعرج على كلام حديثكم بموضوع الدفع الإلكتروني بما يخص لماذا القطاع الخاص غير ملزم بقضية الدفع الإلكتروني. مو ملزم بس ممكن، ما ممكن أطبق عليه بشكل ممكن. أنا جد العذر يعني ممكن إيه، لكن بالتعامل. اليوم القطاع العام هو لا يوجد لديه عذر. ليش القطاع الخاص مستثنى؟ مو مستثنى، بقدر ما أنت اليوم تحتاجين إلى ترغيب، هذا ما نسعى إليه. اليوم قضية الترغيب هي أكبر من قضية الترهيب. اليوم مؤسسات الدولة أمارس عليها حق الترهيب، تعال أجبره، أما التاجر هذا صعب أنت تجي تقول له تعال والله أنت ادفع بالبطاقة أو استلم مدفوعاتك بالبطاقة. يحتاج مثل ما قال الأستاذ عبد الرحمن، يحتاج إلى تثقيف. اليوم الحملة اللي يرعاها البنك المركزي يكون به غسيل للأموال، فيقول لك أنا ما أريد فلوس. خلينا نكون صريحين، قضية غسيل للأموال إحنا في هذه البلدان، يعني هنالك بلدان معروفة بغسل أموال، أتحدى مواطن واحد يطلع حجة يقول إحنا عندنا غسل أموال، بس إحنا كل شيء عندنا نقول عليه غسل أموال. يا أخواننا أستاذ أبو عوف مختص بالغسل أموال، أنت وصلتي لمرحلة يمه موجود. حلو جيد، هسا أنتقل له. بس قبل ما أنتقل له، أنت دا شوف يعني أكو فد أرقام، هسا أنت روح على بثوث التيك توك شوف مليارات، يعني هل هذا طبيعي أستاذ نبيل؟ يعني هذه تدخل هسا أوكي أنا ما أريد أروح على غسيل الأموال، بس أنا هسا كمواطن أشوف 100,000 و500,000 تنزل ببث واحد والشحن يتم عبر البطاقات، زين أنا كمتلقي من تيجي كل هاي الفلوس؟ هذه الفلوس كلها نظيفة؟ والله هاي إذا نريد نحسبها هيك حسابات صعبة، يعني حتى لا بالكنترول ما يكون صحيح وما حد يطلع يقول أنا عندي غسيل. أنا دا أحكي لك بشكل عام، يعني هذه ثقافة العالم كلها. اليوم في الإمارات أتحدى قناة فضائية وحدة طلعت مواطن إماراتي يقول إحنا عندنا غسل أموال، لبنان المتصدرة بهذا الموضوع. فديوم سمعت فديوم المواطن اللبناني قال إحنا عندنا غسل أموال، ما يقدرون يسولفون. احنا نقدر نسولف وهذا شغلنا وهذا عملنا، احنا نحكيها نفرشها نفرشها. ما جاوبتني على السؤال، يوم تقنعني الامارات ما بيها غسيل اموال. اي بس انطيني مواطن طلع حكى قال يعني انت تريد هسه سياسه ترهيب، تريدنا نسكت حتى نحافظ على الصوره؟ لا لا، قضيه تريد تسكت. هذه سمعه الدوله، هذه سمعه مؤسسات كامله. انا اليوم اذا اجي احط من هذه السمعه غسل اموال عندنا تهريب فلوس، كل العالم موجودة غسل أموال وموجودة، لكن مو بالطريقة اللي ده يظهرها الإعلام. بس أرد أسألك للإساءة، هذه المليارات اللي جاي نشوفها تتطشر منا ومنا، هل هذه طبيعية؟ بس أنا أسألك. لا هي بس أنت ده تخليني بموقف يعني بعيد عن الدفع الإلكتروني. والله زين أموال احتاريت، أكو غسيل أموال لو ماكو غسيل يا ستي العزيزة اللي ردت أوصله،
اليوم هذه هنالك غسل اموال، اكو اي اكو غسل اموال، لكن احنا اليوم غسيلنا الوسخ نشرع على الحبل؟ ها ما ممكن. هذه هي نصيحه من اخ زين، يجب مراعاة على الحبل نشفه بالغساله، لا ما نشفه بالغساله، عندنا هيئه النزاهه، عندنا السلطات القضائيه، عندنا الجهات الرقابيه اليوم ده تؤدي دورها بشكل كامل. رح نرجع القطاع الخاص، هسه القطاع الخاص اذا ما بي غسيل اموال ليش ما يروح على هذا الموضوع؟ التخوف من العمولات. استاذ ابو عوف يؤيدني، اليوم التاجر من تفرض عليه 1%، هي المشكله هاي ال 1% هو ما حاسب انه هو ضريبه مالته 50% اذا كانت مدفوعاته الكترونيه 50% هي معفات. هي اكو ضريبه بالعراق؟ طبعا بس ناخذ من عندهم بشكل منتظم وللعلم ده ناس وناس. لا 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 لا, لا. اليوم خلينا نكون صادقين مع انفسنا. أي. الضريبه موجوده على الكل، اتمنى ان تروحون غرفه تجاره بغداد اليوم حتى ابو الكشك ترى دا يصدر غرفه تجاره بسبب الضريبه. جيد استاذ، استاذ شيخلي شنو رايك بموضوع غسيل الاموال في القطاع الخاص؟ هل من الممكن؟ والله يا سيدتي الفاضله انا ارى من خلال حديثك انه متطلعه على كثير من الامور وعندك يعني معلومات اوليه بهذا الموضوع. والله مو اني والمعيد وكل الفريق كل فريق البرنامج متطلعين على الكثير من هذه الملفات حتى اكون واضحه وياك. راح نعطيك فد نموذج وعلى ضوء هذا النموذج انت راح تكيفين له. جيد. شركات الهاتف المحمول بالعراق كم شركه اكو؟ 3 رئيسيه مو؟ نعم. وين فلوسها تودع؟ ما حد يدري. ها؟ ما حد يدري. وين دا تروح؟ والله ما حد يدري. اذا عمليات غسيل اموال للتنبيه هاي العمليه. يعني انت البارحه رحت اعبي التليفون مالتي الرصيد للفاتوره ما قبلت تاخذ من عندي بالفيزا كارت الا بالنقد. ليش؟ كانت احنا ما نشتغل بالفيزا كارت. هي هنا انا المشكله، احنا نشتغل بالنقد. ليش ما نسويها فيزا كارت والنظام يمشي على الكود؟ زين هذه شركه بالعراق واحده من اكبر 3 شركات بالعراق. أي. ترفض ان تتعامل بالفيزا كارت. اكو مولات في بغداد. نعم. تريد تروح تشتري بقيمه اكثر من 150 تريد تدفع بالفيزا كارت يقول لك لا. نعم. انطيني كاش. نعم. يعني انا اسال إذن ليش؟ اذا نرجع الى موضوع اللي جنابك انت بديتي بيه واستاذ نبيل اشار عليه انه عمليات غسيل اموالهم. باي اكو معلومه يعني في مجال الانتي ماني لوندري، كل ما المكافح يطور اساليب مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب، غاسل الاموال يطور اساليبه بحيث يخفي اساليبه ووسائله في عمليات التمويه لغسيل الاموال. فإذا هذه مسألة عالمية. زين. لاحظي أكو دول بالعالم، دول بالكامل تمويلها من غسيل الأموال. الدفع الإلكتروني راح يقلل لو يزيد من طبعاً هذا. طبعاً يقلل بشكل كبير جداً، ولهذا أنا أرى حقيقة وأقولها من خلال منبركم أنه كثير من الناس اللي يرفضون التعامل بالفيزا كارت أو بالدفع الإلكتروني لأنه ذوي نوايا سيئة. جي. يحاولون أن يصيدون بالمال عكر ويستغلون هذه الحالة. نقطة واضحة. أستاذ نبيل. نعم. إذن شنو الإجراء؟ أكو من يتصيد بالماء العكر ويطور. نعم. أساليبه حتى يحصل بعد فرصة لغسيل الأموال. بالتأكيد اليوم إحنا العراق متجه نحو الأمام في ظل هذه الحكومة وخطوات هذه الحكومة. نعم. الدفع الإلكتروني راح نشوفه قريبا في كل القطاع العام والقطاع الخاص في كل مكان لو لا موجود اليوم. خلي أعرج بس على موضوع الملتقى اللي تحدثتي به وبعدين أنتقل للإجابة. اليوم هذا الملتقى ضم نخبة كبيرة من شركات الدفع الإلكتروني والقطاع المصرفي أيضا كان حاضر، السادة مستشاري مجلس الوزراء وأيضا صندوق النقد العربي أيضا حاضر. اليوم هو مجمل الحوارات تحدثت بها عن أهمية الدفع الإلكتروني والانتقال من ثقافة الكاش إلى لا كاش والتحدي الذي مقبل عليه العراق. اليوم القرارات التي تصدر نجيبها من القرار 23044 كان في يوم 18/1 عام 2023 كان هو منطلق الموضوع الدفع الإلكتروني وصولا إلى قرار 23620 وأيضا القرار الأخير اللي ما أذكر رقمه بالتحديد لكن كانت 15 فقرة بي ال 15 فقرة تتحدث عن أهمية الجباية الإلكترونية سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
هذه النقاط اليوم كانت مطروحة على جدول النقاش. يوم غدا أيضا سيكون هنالك نقاش بالتثقيف والتوعية، موضوع طرح المشاكل والمعوقات. اليوم على طار التثقيف والتوعية، اليوم نعم. المواطن خاصة أتحدث عن كبار السن يقول لك أنا عندي تخوف أكثر من حالة يروح يأخذ مالة الراتب بالبطاقة، يهكر الرقم ويسحب كل الأموال أو يأخذ قرض وهمي ويروح وراها للسجن ويتورط غصبا ما عليه بعملية غسيل الأموال. هاي ما عدا يعني السلف والقروض الوهمية ونطينا ونطلع لك إياها بسرعة ونسدد ديونك، تعرف كل هذه الأمور. طيب ما أريد أكون مبالغ، لكن فريقنا كثقافة دفع الإلكتروني على زيارات مستمرة، طبعا اللي للعلم هو فريق تطوعي بلش بفكرة منصة والحمد لله والشكر اليوم العدد يتزايد شين فشين. الموضوع اليوم نحتاج إلى تثقيف أكثر، لا يقتصر فقط على منصة ثقافة الدفع الإلكتروني ولا على البنك المركزي ولا حتى على المصارف، هذه يد واحدة، اليد الكبرى هي لوسائل الإعلام ومنبركم من ضمنها. يعني قبل فترة كان أكو حوار ويا الأستاذ عباس هم عن الدفع الإلكتروني وتحدثنا بهاي الجزئية. اليوم يجب هي مهمة وطنية على الكل أن يشترك بها. اليوم تثقيف المواطن جزئية كل واحد من عندنا، آني وجنابك وأستاذ أبو عوف والأخ والجميع، الكل يجب أن يتولى المسؤولية. أعتقد هنالك في الأيام القادمة سنشهد انطلاق الحملة الوطنية. شو أحافظ على فلوسي بالبطاقة؟ تحافظيها من تحافظين على البين كود الأربع أرقام وعلى السي في في، هذه الثلاث أرقام، سبع أرقام، أربعة البين كود والسي في في، هذني إذا حافظنا عليهن إحنا حافظنا على أمن البطاقة. من أروح للمنفذ أقول لهم اعطيني البي أو إس مالتك أني أدخل الباسورد، وهسه تطورنا قمنا ما نحتاج البين كود، مجرد هي بحجة كاميرا مراقبة لكن الرقم واضح قدامه. نعم. لا أنت اليوم ما تحتاجين تسلمين البطاقة، أنا من أروح ما أشتري ما أسلمها، أنا أطلع البطاقة أدخل الرقم، تعرف هذول كبار السن يراد لدقائق حتى يأخذ الرقم ينقله في كاميرا مراقبة، هذا نعم. الكاميرا بحجة كاميرا المراقبة لكن الأرقام يعني أنا هنا أنا ماكو غير أنه أشتكي على أبو المنفذ، هو إيش مدري ما عندي. هو بعدين يروح يلقى روحه متورط بمبيوقة كل فيوز يعني هذه حالات بسيطة صارت، الحالات الأكبر يعني. الحالات الأكبر صارت بالاستخدام السيء بمواقع التواصل الاجتماعي أو بمواقع الويب الدارك ويب. شون؟ يعني اليوم أنا أطب على موقع قبل فترة قريبة جدا صارت مو بعيدة أحد الشكاوى اللي وصلت المنصة، أمازون دبي مغير حرف واحد فقط بكلمة أمازون، أي سحب فلوس ما أنزل الله بها من سلطان من العالم كله، الناس طبت اشترت من هذا عبالهم أمازون، هو طلع أساساً ما له علاقة بأمازون. هاي واحدة من جرائم الاحتيال العالمية اللي ما ممكن واحد يسيطر عليها. نصيحتك يبقى للمواطن، نصيحتي للمواطن أخي العزيز، عندك يوتيوب وعندك مواقع التواصل الاجتماعي اللي دا تثقف ودا توصل للناس المعلومة، كون حذر باستخداماتك. واحدة من المشاكل خليني أتحدث بها، ذاك اليوم كانت هم أحدى اللقاءات، اليوم يتصلون علي عليك يقول لك انطينا معلومات البطاقه دا نحدث لك اياها. اليوم انت من تروحين لاي شركه او اي مصرف راح ياخذ مستمسكاتك، اكو استماره اسمها كي واي سي ناو يور كاستمر، اعرف زبونك، راح يملي هذه الاستماره حتى المدخول الشهري هم ياخذ الرقم، فبالتالي حتى يحدد انه انت ايش قد استخداماتك للبطاقه. ما معقوله ورا شهر أو ورا سنة يجي هذا المصرف يدز عليك يقول لك بالتليفون على الواتساب تعال انطيني معلوماتك. هاي واحدة من جرائم الاحتيال العالمية اللي اليوم هواية من الناس، وللعلم واحدة من المشاكل، واحد من المستخدمين المعروفين مستخدمين البطاقة وقع بهذا الفخ. نعم ممكن هاي واحدة من الفخاخ اللي يوقعون بها الناس. إذن يجب الحذر والتوعية عن طريق المنصات الإعلامية. عبر منبركم ندعو الجميع إلى التعلم، اليوم نحن مقبلون على ثورة رقمية، التعلم اللي يتعلم مو عيب واللي يسأل مو عيب، لا تتردد، منصات كلها أكو كفيت ووفيت، وإن شاء الله المتلقين يستفيدون من هذا الملف. شكرا جزيلا رئيس ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق الأستاذ نبيل النجار، حياك الله. الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن الشيخ، حياك الله، شكرا جزيلا على ما تفضلت بي. الآن ننتقل إلى منصة إكس،
لنرى أبرز ما جاء فيها حول وضع قانون تعديل الأحوال الشخصية على جدول أعمال مجلس النواب غدا الاثنين لنتابع الأحد عفوا لنتابع. ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. مجلس النواب يعقد جلسته غدا الأحد بجدول أعمال يتضمن القراءة الثانية لمشروعي قانوني الأحوال المدنية والعفو العام. السوداني يؤكد أن الحكومة فاتحت البنك الدولي لبدء تنفيذ طريق التنمية من البصرة إلى الموصل. جهاز الأمن الوطني يعلن عن إحباط طرق تهريب جديدة للمخدرات في حليب الأطفال بالبصرة. وكالة الاستخبارات تعلن ضبط مبلغ كبير من العملة المزيفة والقبض على حائزيه في كربلاء المقدسة. المصرف العقاري ينهي تكليف مدير فرعه الرئيسي أحمد علي إشحاذة بناء على طلبه وتكليف خالد علي زيد بديلا عنه. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.